اللقاء اليوم مع طلبة وخريجي المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير ديال الجديدة عنده أهمية خاصة، بحيث أنه أول لقاء ديال الجمعية ديال خريجي هذه المدرسة اللي كيجمع خريجي ديال هذه المدرسة وطلبة ديالها. وهذا اللقاء هذا انطلاقة باش خريجي المدرسة يكونوا في خدمة ومساعدة الطلبة ومساعدة المدرسة. اليوم الرسالة اللي تبلغت لهذا الطلبة ولهذا الخريجي بأن المغرب تقدم في مراحل التقدم الصناعي والاقتصادي، والدور ديالهم اللي لعبوه دور مهم باش يوصلوا بلادنا كبلد نامي حسب تطبيقا للتطلعات والطموحات ديال سيدنا اللي كيتسنى منا كاملين تعبئة شاملة من أجل تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعبئة شاملة من أجل خلق فرص حقيقية باش الشباب المغربي يلقى المستقبل ديالو في بلادو. وهادشي ان شاء الله اللي كنشتغلوا عليه مع الطلبه مع خريجي المدرسه. اليوم كان عندنا احتفال بخلق جمعيه خريجي وقدماء المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير بالجديده، وحصل لنا شرف كبير لان اللي تراس هذا الحفل واللي دشنو هو السيد وزير الصناعه والتجاره سي رياض مبزور اللي شرفنا اليوم بالحضور ديالو. كانت المناسبه باش نشرحوا للطلبه ديالنا شنو هما الاهداف من خلق هذه الجمعيه، وهذه الجمعيه كان وراءها في نفس الوقت اداره المؤسسه ولكن واحد العدد ديال الخريجين اللي كانوا اتصلوا بنا باش يعني من اجل خلقها. الحمد لله نظمنا هذا اللقاء بحضور السيد الوزير اللي شرفنا بالحضور ديالو، اللي كنشكروه جزيل الشكر على هذا الحضور ديالو، شرفنا بالحضور من اجل لم شمل جميع الطلبه والخريجين لاستحضار الذكريات اللي كنا دوزنا باش نعاونوا حتى لي ستوديون والطلبه باش يلقاو دي ستاج دي فيتور امبلوا ان شاء الله. وان شاء الله نتمنوا ان هذه التظاهره هذه تبقى دار كل عام ان شاء الله.